مشاهدينا اهلا وسهلا بكم. اليوم في قناه مطبخ ام بي غنقدموا لكم شهيوه سهله ولذيذه واللي وليداتكم غيحماقوا عليها. مكونات اللي هي بسيطه كيف ما كتشوفوا المقادير، هادو هما المقادير اللي كنحتاجوا: البصله، الفلفله، مطيشه محكوكه هي وثومه، شويه الكفته والعطريه زائد لاباط. خليكم معنا باش نتابعوا الطريقه كامله وتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وما تنساوش تشجعونا بواحد لايك. اذا في هذا الماء المغلي حطوا كميه اللي تقدكم نتوما والعائله ديالكم، بطبيعه الحال كميه حسب افراد العائله. نحطوا هذا الشيء يطيب تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق. اذا بالنسبه للصوص اللي غنحتاجوا لهاد الوصفه، غنبداو نقطعوا البصل ديالنا، ونتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه لانها فعلا رائعه وغتنال الاعجاب ديالكم وديال وليداتكم، خاصه الناس اللي عزيز عليهم لي بات بلاصوص طوماط وخلطه مع البيشاميل. هذه غتكون وصفه اللي هي رائعه وصيفيه وكتصوب في مده اللي هي قصيره. من بعد ما قطعنا البصل ديالنا، الان غنقطعوا الفلفل الاخضر، وطبعا الحال اللي متوفر عندكم، حنا هنا متوفر عندنا الاخضر والاحمر بجوجهم، غنقطعوهم لانهم كيعطيو واحد المذاق اللي هو رائع للطبق ديالنا. من بعد ما قطعنا البصل والفلفل ديالنا مزيان، عندنا العطريه اللي فيها ملح، سكنجبير، كمون، تحميرة، بزار، خرقوم، شوية الهريسة، وبطبيعة الحال دامة ديال لاباط اختيارية. إذا في الطنجرة ديالنا وضعنا القليل من الزيت، وغنحطو الآن البصل مع شوية ديال الملح، نخليوه حتى يدبال قليلا، عاد نضيفو عليه الفلفل. من بعد ما البصل ديالنا أهبط ودبال، غنزيدو عليه الفلفل وحتى هو نفس الطريقة. الان غنضيفو جوج مطيشات محكوكين معهم جوج ريوس ديال الثوم. ونبداو نضيفو العطريه ديالنا حتى هي. الان غنضيفو القليل من الكفته اللي عندنا. صراحه هاد الطبق كيشهي من البديه ديالو، من البديه ديال لاصوص اللي كنصوبو فيه رائع. بطبيعه الحال ضفنا دامه ديال لي بات اللي تقدو تستغناو عليها اللي ما كيبغيش يدير دامه ديال البنه. والان ضفنا واحد جوج معالق كبار ديال مطيشه مركزه بطبيعة الحال حتى هي باش تضيف لنا مذاق ولون يكون رائع للطبق ديالنا. نمروا الان نصوبوا لاصوص بيشاميل ديالنا. بطبيعة الحال تقدروا تصوبوه بالطريقه العاديه، حنا باش ما نضيعوش الوقت فضلنا اننا نديروا صوص بيشاميل جاهزه. كنوضعوا فقط الحليب نصف لتر، وكنضيفوا لاصوص بيشاميل اللي كتكون بودر مع التحريك المستمر حتى تختار لينا. إذا مشاهدينا لاصوص ديالنا واخيرا وجدات كيف ما كتشوفوا الكفته، الفلفله ديالنا، مطيشه لونها رائع والرائحه ديالها رائعه. الان غنضيفوا لاصوص ديالنا لي بات اللي ديجا سلقناها، ونخلطوا جميع المكونات مع بعضياتها. نضيفوا شويه ديال لاصوص بيشاميل، غير النص فقط، نخليو النص لاننا غنحتاجوه في حاجه اخرى. بعد ما خلطنا كل المكونات مع بعضياتها، عندنا هالطاوة اللي كتدخل الفران، غنحطو فيها جميع المكونات. غنضيفو لاصوص بيشاميل اللي خلينا كيف ما كتشوفو،
من بعد ما وزعنا صوص بيشاميل، اخر لمسه عندنا هي الفرماج، واللي هو واحد المكون اللي ضروري ورئيسي في هذه الوصفه، لانه كيعطي واحد البنه اللي هي رائعه جدا. ندخلوا الطبق ديالنا الفرن فقط يتحمر ويدوب لينا الفرماج ديالنا، ونخرجوه ناكلوه بالصحه والسلامه. من بعد ما الطبق ديالنا طاب، هذا هو الشكل النهائي ديالو، شكل رائع والمذاق 100% رائع. وعلى ضمانتنا الى تبعتوا الوصفه كيف ما هي والى درتوها لوليداتكم، طيبوها وبارطاجيو معنا صور ديالها، وما تنساوش تدعمونا بلايك. كنتمنى هذا الطبق ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش بارطاجيو هاد الوصفه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش توصل لجميع الناس. اذا هذا هو الطبق كيف ما كتشوفوا رائع بالصحه وراحه، ونتمنى تجربوا هاد الوصفه وتشاركوها مع الاحباب ديالكم. كنشكركم والى اللقاء في وصفه اخرى.